السلام عليكم. السلام عليكم يا هادي. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا بك، كيف حالك يا هادي؟ بخير والحمد لله، وانت؟ انا بخير كذلك. وماذا تعمل الان يا هادي؟ الان انا اريد ان اغسل اولادنا. الذي استعرضه معك بالأمس، هذا كتابك يا هادي. نعم، شكرا. عفوا. والآن إلى أين تذهب؟ والآن سأذهب إلى مصلى الاستقامة. هل تريد أن تتبعني إلى المصلى يا هادي؟ لا شكرا، لأني لم أغسل. طيب، إلى اللقاء يا هادي. تفضل. والسلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا لدريان نار. وعليكم سلام. ماذا تعمل الآن؟ أتوضع. هل توضعت يا فخر زين؟ نعم، قد توضعت في البيت. تفضل بالدخول إلى المصلى أولا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أين الإمام؟ لا ندري. أنت المؤذن؟ أنت الإقامة؟ هو الإمام. عفواً، لا أستطيع. أنت الإمام. تفضل بالإمام. تفضل. يا هادي، ماذا تعمل الآن؟ أنا أريد صلاة الجماعة، ظهر الجماعة. أما صلاة الجماعة قد انتهت، أنت المتأخر يا هادي. أستغفر. لم أصدر غير أمين، وما فعل المصدر أمين، فهو اسم ضمير فاعل، اسم فاعل، وذاك اسم إشارة. مفعول اسم مفعول، افعل فعل امر، لا تفعل فعل نهي. مفعول اسم زمان مكان، مفعول اسم امر.